خاطر كذي كذي، ان هذا معتبرينه انه هو شيء غلط ولا شيء اساسي علشان الواحد يتكيف مع المحيط اللي داير ما يدور. لا لا لا، نفاق المجامله نفاق، ولا شيء علشان تتكيف مع الناس. مو نفاق، انا اشوفك إيه؟ انا اشوفه نفاق. انا اقول لكم في ناس النفاق، ترى النفاق شيء مو محبوب عند رب العالمين بالدين الاسلامي نهائيا، ويعني ونلعن بالقران منلعن. بعدين المنافقون، المنافقون انذكروا بالقران، المجاملون ما انذكروا بالقران. النفاق شيء وايد عود، ممكن البني آدم يدش فيه بنار جهنم بسبته. أوكي. بس المجاملة هذا نفس ما قالت ميمي، تلطيف جو، تحسين علاقات تعطيك اجتماعية. تعطيك نوع، لا تعطيك نوع من الضوء. يبقى اللي صدق ما عنده أسلوب مع الناس، إنه ما يعرف إنه يكون أسلوبه شوية راقي، لا يجامل، لا 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 خلي، لازم يجامل، فهمتوا؟ في يعني ناس يجاملون من غير ما يحسون، يمكن انت ما تلاحظين ان انت تجاملين. إيه؟ بس انا قاعد اقول لك انت فيك نوع من المجامله. درجات ترى إيه؟ تقول لي انا انت قلت لها متى شفتي عندي نوع من المجامله كذا مره ما راح في الفيسبوك. لا انا طلعت قلت لك مثال، ما راح اقول لك كل المواقف. لما اعطيتيني مثال المفروض كنت تعطيني مثال، لان انا هذا نوع من انواع المجامله. لما انا ما اقتنع بمثال الفيسبوك تعطيني مثال ثاني عشان اقتنع ان انا، لان انت ما راح تقتنعين. احنا الحين جبنا لك كذا 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 مثال، انت ما اقتنعتي. انتم كلامكم كله على عيني وراسي، انتم كيفكم؟ هذه وجهه نظركم. النبي عليه الصلاه والسلام، الصلاه والسلام عليه، استنكر وما يحب ويكره الناس المغالون بالشيء، اللي غالون بالشيء. المجامله درجات. في انت تين الدشين ميمي قاعده بغرفه الميك اب، قاعد ما مو مصوبك، ويمكن مخها ب 60,000 سالفه ثانيه، بعالم ثاني، بكوكب ثاني، بمجره ثانيه. فالدشين انت، في ناس ترى وصلوا لهالمرحله انه يدش الله شنو هذا اللي لابسته، شنو هذا الله، وهي تكون لابسه ميمي شيء عادي بسيط جدا، ميمي جد يعني اللي درجه ميمي طالعه ايش دعوه. انا ما احب شيء، ما احب هالشيء. هذا انت ما تحبين، انا ما قاعد اقول ان انت تسوين هالشيء، قاعد اقول في ناس وصلوا لهالدرجه من المجامله، هذيل اللي غالون بالناس ويرفعونهم لاعلى مستويات. هذيل بالدين يسمونهم اللي غالون بالناس، يغالون فيهم فيرفعونهم اعلى مستويات لدرجه يوصلونهم يم الملائكه. اللي على قولة منيف تطبيل تايم، يعني واحد يطبل حق واحد الفرقه كامله، كل انواع الطبول يوصلونهم اعلى مستويات، يخلون خلص يخلونك ملاك، خلص خلونك ملاك. انت بني ادم ما في ذرة من الغلط، كلش على بعضك. ابي اطلع فيك عيب، ابي اطلع فيك شيء مو حلو، مو قادر. ما قادر عباية حلوة حدك كثير. هذه مو مجاملة، هذه قمة النفاق. انا اكره هالشيء. اي خلاص، حلو حلو مو حلو. بس اي بس في مجاملة مثلا ميمي دش عليك، مثلا انت لابسة هذا اللي شو يسمونه الكنزة مثلا. كنزة توب زين، لابستها ميمي مثلا ما تحبه، بس تقول لك الله حلو عليك، لان هي لازم تعترف انه حلو عليك. ليش تقول؟ انا ما سالت. لا 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 سمعي، هو شكله خلينا نفترض على سبيل المثال هذا شكله مو حلو، بس انا لما لبستها صار حلو على شكلي. اي اوكي، فلما انا اي اقول لك الله حلو شكلك، ادت رايها ان اعطيتك راي، انا ما كذبت، هو حلو شكلك. اي هذا مو مجامله كلش، هذا مجامله. قاعد تقول حلو عليك. اصرار انت اذا من النوع اللي لما تدشين تطالعين هذه لابسه شيء حلو، بس مو لازم اقول لها. بعدين هذه تسريحه حلوه. بدور بعدين شنو عشتك؟ شنو جوك اصلا؟ بدور حلو. انسان 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 يا رب. انتوا ايش فيكم؟ لحظه احنا يا انسان يا انسان لحظه يا انسان يا بدر، الحين انت قاعد تقول ان انت تقولين اذا شفتي واحده لابسه شيء مو حلو ما تقول لها، ما اقول لها. ويمكن يعني انا اليوم دشيت على ميمي، ليش عشت كذي؟ ليش دائما ساكته؟ دائما معطى الدنيا سكيب، دائما معطى الناس بلبات. لا 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 تقول شيء مصاير، هذا مو طبع الانسان الطبيعي. ها طيب شنو مريض؟ لا اي مريض، لحظه اي مريض، انا مريضه حقك. اللي تدش الدوام، اللي تدش الدوام تقط الجنطه وتقعد وتبطل اللابتوب وتبطل الجريده كذي وتطالع يمين يسار، اللي لابسه حلوه بالطقاق حق نفسها، شو اسوي؟ مو جامل، مو لازم تجامل. ليش تجامل؟ ليش سالتني؟ زين عنب ودارك، لا تجاملين. بس خليك اجتماعيه. انا اسف حقك على اي يد سالتني، هي يد قالت يا جماعه يبوني اجي ادش الدوام. ابو سماء انا اتخلقت من البنت دي. لا 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 لا، وبدر يبيني ادش الدوام اقول الله بدر شعرك اليوم تحفه، الله محمد جاك. لا 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 لا، انا قلت لك ميمي شعرك واي اميزنج شريفه، صايره تنينين. يا ليتك نواف اللي مداوم اليوم وانت اللي خايفه. بدور بدور، شوف انا اقول شغله، في شغله تعجبني انا، شوف شوف في شغله تعجبني انا بميمي. ميمي من النوع اذا مثلا سوت شيء، مثلا يعني سوت ميك اب، عدلت شعرها، لبست شيء غريب او نادر، إيه؟ تحب هي من داخل تمر مثلا على اشخاص معينين مثلا بالقناه تسالهم،
ايش رايكم مثلا حمود، انت وايد مثلا تساليني حمود ايش رايك امانه حلو، اقول لها صدق يعني، يعني هو مو مجامله بس انا كردا على شكل ميمي اليوم او ستايلها او شعرها اقول لها الله مثلا ميمي حلو إيه؟ ولو مسويه كذي بعد يطلع احلى، فتقول لي ثانكس حمود وتروح إيه؟ هذه يعني انت هذا الشيء الواقع، ان انا لازم يعني لازم لازم ان المجامله البسيطه الحلوه تعطي صج نوع يعني تعطي من البور. انت ما تجاملني بهالسالفه لان صج انه شيء زين. كنت جايه فقاعد اقول له ها محمد شكلي حلو، كان يقول لي هذا حلو هذا حلو بس انه لو التريننج كان شيء ثاني كان طلع احلى. قلت له يلا مو مشكله الحين لبست هذا ما شنو فانه عادي قال إيه؟ عرفت؟ يعني انت مثلا ميمي لما تدشين غرفه تطلعيني انا لابس شيء حلو ولا جاكيت او محلق او بتقول لك نعيما، بتقول نعيما يعني مجاملة بسيطة محبة محبة مو مجاملة إنسانية. شافتك حلو بتقولك إيه؟ أنت لما تدشين أنت لما تدشين لو ألبس ألماس من هني مو أزرع شعر أزرع ألماس سلام. زين خلاص أنا أوكي على ما أتكلم ولا هذه خل أبين لها شغلة خل بس أبين أنت لها. أوكي أنت ما قاعدة تقولين الإنسان اللي يسكت عادي الإنسان اللي يقول عادي، أنت قاعدة تقولين أنت ما قاعدة تقولين الإنسان اللي يسكت عادي والإنسان اللي يجامل عادي، لا قاعدة تقولين إنه غلط. وليش أدش أقول لأ أنت لابس شيء حلو؟ بس إحنا قاعدين ما قاعدين تحكي عن موضوع الساكت، قاعدين تحكي عن موضوع المجاملة. إزاي أنا أقول لكم باختصار باختصار راح أختصر الموضوع عليكم. النفاق فكرة ثانية غير عن المجاملة. في وايد ناس ربطوا المجاملة بالنفاق، هالشيء غلط مرفوض. بس هالشيء واضح موجود إن مو غلط مرفوض. اي كل واحد وجهة نظره. لحظة أسرار خل أسرار واحدة منهم. اي لا كل واحد وجهة نظره. في ناس موجودين بالواقع إنزين ربطوا المجاملة بالنفاق وهذا شيء غلط. لا مو غلط أسرار. كيفهم يا أسرار خل أتكلم. كيفهم صح مين أبي أتكلم. ما يصير تداولين معلومة غلط وأنت حبيبتي أبي أتكلم ممكن أتكلم. في ناس ما يدرون ان المنافقين مكانهم النار إيه؟ اوكي انا اللي علي قاعد اقوله، انا قاعد اقول ان لا تربطون المجامله بالنفاق، لان كذي لما تقولون مثلا اللي جامل انه هو ينافق كذي فهمتوه بشيء. النفاق ان انا اكره بدر سمعوا اي نفاق كلمه نفاق ان انت تصلين حق الله وتقولين يا ليت الله ما حط صلاه. لحظه النفاق ان انا اكره بدر بس قدام الله حبيبي انت قاعد اسولف وياه واكلمه واقعد وياه وامدحه وما ادري الايمان وانا مو مؤمن واي حق اسرار اخلاص وانا مو مخلص بدر كذي 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 بدر كذي 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 هذا نفاق هذا نفاق. النفاق تختصرين على نفسك واذا حلو حلو اذا مو حلو انا ما الحين شكو حلو حلو مو حلو مو بعدين حلو بعدين ميمي بعدين ميمي الكلام اللي انت قاعد تقولينه هذا كل واحد يقول وجهه نظره وكيفه. لحظه انت لما تقول دقيقه محمد لما تقولين نتناقش لما تقولين المجامله نفاق في سوره بالقران كامله اسمها المنافقون، فما يصير تربطين المجامله بالنفاق غلط. سبحان الله المنافقون للمنافقين انت تشوفين شيء انا اشوف شيء، لان المجامله شيء طبيعي بالإنسان وكل الناس يسوونه وهم ما يحسون. هذا أوكي. واقع هذه دراسات طلعت إن الناس يستخدمون المجاملة عشان يعيشون مع المجتمع وتصدقين وهم ما يحسون. أكثر فئة فيها نفاق الشباب، يعني وايد يعني اللي بيزعل يزعل واللي ما بيزعل كيفه. أكثر يعني أكثر فئة الشباب وبالذات أنا تحز بخاطري وأنا كلها أقولها إذا في أحد عنده حشوة أو كلام أو هذا وبالذات بالنادي أنا عشان اللي قاعد يطالع أو اللي يعرفني عدل انا اكره شيء عندي شخص اي شخص يسلم علي وها شوف بدور بدور لا شوف بدور رفع فيني بدور شوف لا بدور شوف يسلم علي واخوي ويزلم وهذا اول ما اعطيه ظهري شوف اول ما اعطيه ظهري انا ادش اتمرن اللي قاعدين معاه برا يحش فيني حش يقولوا له انت ريال روح كلمه قدامه يعني شوف حمود ليش تجي من ورانا حمود فانا هذه الفئه اللي انا اسميهم منافقين اللي انا ما اشتي لما يجيلك زين لا تجامل محمد لما تشوفه وتعرف لا تسلم علي لا تسلم علي لا تسلم علي يقول لي ما بيسلم احنا ما نمنعك ان انت مثلا تذم فيه من وراه هذا الشيء احنا ما نقدر نمنع الناس منه بس لما تشوفني انت مو مجبور انك ترفع فيني ولا مجبور انك تجي تسلم علي او ان انت حبيبي او انت اخوي او ان انت انا ما اجبرك انك تحبني من وراي بس هم مو مجبور انك تحبني بوجودي يعني لا ترفع فيني شوف والحين انا ليش يعني حددت موضوع المجامله لان صاير وايد الحين عندنا مو هبه هو موجود من قبل بس مو بكثره نفس هالزمن هالزمن صاير يعني وايد ناس يجاملون ناس بس يعني مثلا ما اعرفك ذاك الزود بس انك قاعده جاملك انا ما اكرهك لا انت بالعكس انت انسان عادي يعني بعدين المجامله الصريحه البسيطه هذا انا اتقبلها لكن المجامله اللي على حساب ان في من وراها مصلحه او ان انا قاعد اجاملك عشان انا ابي اوصل حق شيء معين انا ما ابي لا المجامله مالتك هذه ولا ابي اساسا اشوف رقعه وجهك
وكون صريح معاي وقول لي ان انت كذي ولا انك تجاملني علشان الوصول للمرحله. ما هذه انا ما اعتبرها مجامله. في نوع من المجاملات قاعد يصير وايد قاعد نشوفه احنا. سوري بدر ما اقطع كلامك. لا بالخير. انزين مثلا رفيجه رفيجتي مسويه استقبال اوكي مسويه استقبال ما لا تقولي ما سويتها هذه تعتبر مجامله. رفيجه رفيجتي مسويه استقبال وعزموني انا ما امون على البنيه وايد بس رحت مجامله حق هالبنيه ترى ما رحت عشان احب البنيه لا جاملتها صار عزا حق ناس بعاد فهذا شيء مو منفق. انا رحت عشان انا جاملت هذول الناس. انت اديتي الواجب شكل مجامله هذا مو واجب عليك لان انت ما تعرفين البنيه. الواجب غير انت عزمتي اوكي بس انت مو مجبورة تروحين. لا مو واجب انت مو مجبورة تروحين بس انه رحتي لا يعني مو مجبورة يعني مو واجب عزمتي ففشلت يعني مجاملة ما له شغل لما تقولي لي فشلة مجاملة لما انا اقول لك شكلك حلو وانت شكلك مو حلو لا 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 لما اقول لك مجاملة عالم انواع اي فاحنا لما بنتحكى خلينا نتحكى عن نوع نوع مو نخلط كل شيء ونقول يلا مجاملة احنا لو نتحكى على نوع نوع احنا المفروض ان احنا هنا اليوم بداية الحلقة ايش قلت لكم؟ بداية الحلقة قلت لكم بداية الحلقة المجاملة انواع فانا عندي المجاملة نفاق ليش؟ لان المجاملة عندي انواع في اشياء انا ما احبها بس لما انا اكلم وحده بالفيسبوك واقول لها حبيبتي والله اهلا وشلونك اخبارك وبعد قلبي وفديتك وتسلمين انا ما اعتبره هذا نفاق ما اعتبره مجامله. أيه. انتم قلتوا هذه مجامله بس انا ما اشوفها مجامله لانه عادي انا قاعد ارد على البنيه. اي تردين كل انسان يحبك تحبينه. زين هي لما تكون مو مجبوره ارد عليه باسلوب حلو. انت تقولين انا ما ليش غلط عليه؟ سمعي لا انا لما يجيني واحد بالدوام انا لما يجيني واحد بالدوام هني دي بالتلفزيون واحد ما اعرفه اعطاني كرت دعوه حق عرسه انا ما اعرفه. مو واجب اني اروح له مو لأن مجبور الواجب يعني مو واجب لان كلمه واجب يعني شيء يجب فعله صح هذا واجب شيء يجب فعله انا عندي المجامله لا يجب فعله ان انا اروح فلما اروح معناته تطوعا مني الحين مجاملة مني اوكي يا اسرار يا بدر يا بدر اسمعني يا مريم اسمعوني شوفوا عندي الحين بس عشان اسكت ما اتكلم حطوني ميوت المجامله اذا ما فيها شيء من داخل انا احس بشيء هذا النفاق عندي مجامله انواع انا راح اعتبرها نوعين مجامله اني انا ارد على الناس بالفيسبوك باسلوب حلو هذه مو مجامله بالنسبه لي بالعكس الشيء الثاني اني انا ادي اني اروح عرس ولا اروح عزا ولا اروح اسلم على ناس ولا بالعيد اروح اسلم على ناس مع امي وانا اساسا ما اعرفهم ولا امي تخليني اسلم على واحده بالعرس واقول لها ايه واسولف فيها هذا انا ما اعتبره مجامله اذا انتم تعتبرونه مجامله اوكي مجامله وانا ايد هالشيء لان انتم معتبرينها مجامله المجامله اللي انا ارفضها ان نمتوا قوموا المجامله اللي انا ارفضها ان انا شيء من داخل اشوفه شيء انا اشوف شيء من داخلي بس اقوله بصوره ثانيه انا كريك اقول لك انا احبك انت مو حلو اقول لك انت حلو انت مو زين اقول لك انت زين انت سويت شيء غلط اقول لك لا انت سويت شيء صح عشان ما اجرحك وعشان ما اخسرك انا هالشيء ارفضه نهائيا بس ما يعتبر نفاق شكرا ويعطيكم العافيه انا اقول لك شغله بالدور ميمي شوفوا احنا طبعا اللي انتم قاعد تتابعونا اكيد انتم تدرون ان عالم المجامله موجود بكل مكان وما ينتهي ما ينتهي بيه. انا واحد من الناس مع المجاملات العاديه الطبيعيه جدا اللي انا اقدر اجامل فيها شخص عشان اعطيه مثلا بوش او باور او اعطيه دافع انه يكون ملاك. احسن انزين بس لا تجاملون على حساب يعني شيء دافع او على حساب نفسكم او تنغصب انت على شيء فتسويه ايه. انا اقول لكم خلينا نجامل بعض شوي ونطلع الفاصل السريع هذا ونرد وياكم حبتين ردينا شباب بناتكم عقب الفاصل خلاص اسرار ميوت لا تحاتون ما راح تاذيكم باي شيء راح تقولون لا كاني كاني اوكي سلام ايش اوكي في نقطة انا حاب اقولها قبل شوي لما كان حمود يقول ان في ناس يقول لك مثلا انت قاعد بالقهوة وكذي فيقول لك مثلا انا لابس هاللبس وانا ما ادري شنو انا ما ادري شنو ايش رايك حمود فيني انا كشخه مثلا احب ولا ما احب هذا صيده شلون ما يخالف يقول لك ترى في ناس كذي في ناس كذي ناس ناس رايك اليوم بستايلي وصحي فقال حمود ان انا شو اقول له؟ اقول له اي والله يعني هو شوف مثلا جاكيتك حلو بس لو لابس وياه مثلا كذي بس هذا لازم بدل هذا لازم ان انت اذا شخص تعزه فما تصير وياه صدق ان انت فانا شنو قلت لك؟ قلت لك في مصيبه تصير ترى بهالمواقف المصيبه الا وهي بدون ما نتناقش فيها في ناس لما انا اي اسالك اكون انا من النوع اي اقول لك اسرار شايش بالجينز تقولي لي شويه بعدين اقول بقلبي زين بدر بقول شكو تقول منو انت اللي مثلا وايد شايفه نفسك تبدين
رايك خلص الموضوع أوكي. عشان بندش بالتاج طبعا كل واحد قرايه واحترم وجهه نظره تاج حلقتنا اليوم تاج حلقتنا اليوم طبعا مش